الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة النهاردة المفروض ان انا هتكلم على المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والمفروض ان انا هتكلم على دوره وعلى نشاطه وعلى الامكانيات اللي موجودة، وازاي ان احنا بنتابع الاسواق، وازاي ان احنا لينا دور كبير جدا او اساسي في عملية التصدير للخارج. لكن احنا ناقشنا ده كتير، واتكلمنا ان احنا فعلا عندنا كوادر وعندنا علماء وعندنا امكانيات، وبنقدر ان احنا الحمد لله ننجح، وبنقدر ان احنا نضبط بعض المخالفات وبيتم التعامل معاه من خلال وزارة الزراعة، من خلال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، عندنا لجنة آفات، لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتقوم بدور كبير جدا. لكن المفروض ان المنظومة دي كلها إذا كانت الدولة بتشتغل عليها علشان يتم ضبط الأسواق وتبتدي متابعتها والترخيص، في جانب تاني مهم قوي وهو جانب أساسي، دور الفلاح. النهاردة أنا بحملك المسؤولية، إذا كنت بسمع من الفلاح المصري دايما وبتكلم معاه وبنقف جنبا إلى جنب أمام المسؤول علشان نعرض المشكلة وعلشان نجيب حق الراجل ده، ولو عنده مشكلة في أرضه تتحل علشان يكمل الموسم. النهاردة أنا بحمل الفلاح المصري المسؤولية كاملة، لأن هو الوحيد اللي بيقوم بعملية الاستخدام للمبيدات داخل الأرض الزراعية، هو المعني الأساسي بكل هذه الجهود. النهاردة وانت بتشتغل داخل الأرض الزراعية انت فاهم كويس جدا المراحل اللي بيمر بيها المحصول، لان انت راجل خبير في المجال الزراعي. البحث العلمي نفسه بيبتدي من عند الفلاح وبينتهي ايضا عند الفلاح المصري. الفلاح لما بيتابع ارضه ومحصوله من البداية بيبقى فاهم ايه اللي هيحصل. النهاردة انا بجهز الارض للزراعة وعندي خطوات 1 2 3 بقوم بيها، بجهز الاصناف اللي انا هزرعها من التقاوي، بجهز الاسمدة، في نفس الوقت انا عندي برامج للمكافحة المفروض ان انا هتابعها من بداية الموسم. هنوصل لنقطة ان امتى الفلاح بيحتاج ان هو يستخدم مبيد، هو بقى في مشكلة موجودة عنده وخلاص، هو مضطر امام الامر الواقع ان هو هيستخدم المبيد داخل ارضه الزراعية. فده معناه ان هو الراجل ده هيروح يتحرك ويبتدي يدفع فلوس. اول حاجة وانا بشتري ما اشتريش غير من مكان مرخص وموثوق فيه، مكان معتمد، عشان ابقى عارف انا بشتري منين. غريب جدا لما فلاح يكلمني ويقول لي ايه الاماكن اللي هي تحت بير السلم. طب ما انت بتقولها بنفسك، انت اللي وصفتها هذا التوصيف، يعني بمعنى اخر غير مرخص، مجهولة المصدر. يبقى ليه انا بتعامل معاها من البداية؟ دي اول نقطة. النقطة الثانية ان انا لازم يكون في استشارة فنية من متخصص في الزراعة. ما نقولش اصل انا في الجمعية عندي ما فيش خدمات ارشادية. اذا كان ده موجود، لا، في بعض الجمعيات فيها خدمات ارشادية وفي ناس بتشتغل. طب ما انا عندي الادارة الزراعية. طب ما انا عندي ممكن وكيل وزارة الزراعة نفسه. طب النهاردة الاعلام ودوره القوي في القطاع الزراعي، ده احنا ما بنسيبش جزئية في اي ملف من الملفات الزراعية الا ما بنتكلم فيها مئات المرات. وقلنا يا جماعة اللي عنده اي استشارة ومحتاج يتعرف على يحل مشكلته ازاي المرتبطة بمشكلة مرتبطة بالمحصول يكلمنا، واحنا ما عندناش ادنى مشكلة، هنتواصل مع السيد وكيل وزارة الزراعة، هنتواصل مع قطاع الارشاد، المهم الراجل ده حد يوقف جنبه. يبقى انا لازم اشتري من مكان موثوق فيه، مرخص معتمد، ولازم كمان يبقى عندي استشاره فنيه عشان اعرف انا هشتري ايه، لان انا ممكن اشتري مبيد ممتاز، مبيد عالمي ومرخص بيه والناس بتشتغل بيه في مصر، لكن مش هجيب معايا نتيجه لان مش هو ده المطلوب بالنسبه للمشكله اللي موجوده عندي. لا، ده ممكن يزود المشكله. نبطل ان احنا نسال الجار عملت ايه في المشكله اللي كانت عندك في المحصول السنه اللي فاتت. نبتدي نتعامل مع ارضنا صح. الجزئية اللي بتمثل يعني هم كبير بالنسبة لنا كلنا، للفلاح وللمستهلك وللدولة،
مواعيد رش المبيد، كيفية رش المبيد نفسه أو إضافته إلى المحصول، فترة الأمان الحيوي. إحنا بنشوف شائعات كتيرة جدا المبيدات المسببة للأمراض المسرطنة. في ناس هتقول لي هي دي شائعة؟ أنت النهاردة أنت بتتعامل مع مبيد وليه درجة سمية، فهو من الأساس أنت بتتعامل مع سم علشان تقضي بيه على إصابة موجودة في محصول. يبقى من باب أولى وأنا بضيفها أسأل أو أقرأ على العبوة أو أستشير المتخصص في الزراعة أو في الإدارة الزراعية أو في الإرشاد أو الراجل اللي أنا بشتري منه، العبوة دي مكتوب عليها فترة أمان حيوي قد إيه؟ بمعنى بعد أما أرش هنتظر كام يوم قبل ما أقوم بعملية الجمع؟ هرش النهاردة وأجمع بكرة ولا أستنى أسبوع؟ طب في مبيد أستنى فيه 10 أيام؟ طب في مبيد أستنى 3 أيام؟ ما هي بتختلف. وده مش صعب، دي نقطة بسيطة جدا، ده يعني شيء بديهي. أنت النهاردة أضفت شيء أو أضفت مركب فيه نسبة سمية لأن هو اسمه مبيد، وبالتالي أنا لازم أنتظر حتى يتم يعني كل الآثار اللي موجودة عندي في المحصول تختفي، ودي مش هتتم غير لما أنتظر فترة الأمان الحيوي. جزئية المهمة أيضا المرتبطة بصحة الفلاح، إرشادات بسيطة جدا كنا بنقول له يا ريت المبيد ما يلمس لإيديك أو يجي على الوجه، ما تبقاش واقف عكس اتجاه الريح علشان المبيد ما يرتدش في وجهك مرة أخرى. تخلص من العبوة بطريقة سليمة، بلاش نشوفك بتستخدمها أو بتحط فيها بعض المواد الغذائية زي الشاي والسكر، أصل دي علبة المبيد الفارغة. لا، النهاردة صحتك كفلاح مصري مهمة جدا، إنتاجك من المحصول وجودته مهم جدا لكل المصريين، وسمعة مصر من الحاصلات الزراعية وتصديرها للخارج. وأنا النهاردة بتكلم على صحة المصريين، صحة المصريين أولى وأبدى، ونراعي ربنا في الإنتاج ده لأن ده بيؤثر على صحة كل مواطن هيستهلكه أو هيتناوله. الموضوع ما هو صعب، الموضوع مش دولة فقط، الدولة من غير تعاون الفلاح واستجابته لمطالبها والإرشادات اللي بنقولها له مش هتقدر تنجح. هيحصل النجاح في حلقة واحدة فقط، هنقول مثلا هنمنع استخدام المبيدات، طب والفلاح لو حصلت مشكلة عنده في الأرض يعمل إيه؟ إذن إحنا بنوفر مساحة نشتغل فيها سوا، بنوفر أرضية نقف فيها مع بعض علشان في الآخر ننجح وننتج بصورة آمنة. ملف المبيدات نقدر إن إحنا نتحكم فيه كفلاحين مصر. زي ما قلت في البداية بحمل الفلاح المصري المسؤولية، بكررها مرة تانية، أنت المسؤول عن إنتاجك في أرضك الزراعية، أنت المسؤول عن جودة هذه المحاصيل ومدى مطابقتها للمواصفات، ومسؤول أيضا عن صحة المواطن المصري. لنبدأ سويا العمل ولنتقي الله في صحتنا كمصريين وفي أرضنا كفلاحين. وأتمنى إن شاء الله إن إحنا في الفترات القادمة نسمع استفسارات من المشاهدين، نشوفهم هم بيتكلموا عن بعض الأماكن اللي بيقولوا إن إحنا هنقطعها، نشوف إيه المركبات المسجلة في وزارة الزراعة، وكان في مبادرات تعرضنا ليها في البرنامج من المسؤولين قالوا اللي عاوز يسأل على أي مبيد يكلم الزراعي مباشر وهم هيتواصلوا معنا ونعرف المبيد ده مسجل برقم كام ومدى مطابقته للمواصفات، وبنفس القصة للمخصبات الزراعية. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشر.